بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيستمر اللقاء في مثل هذه الليلة إن شاء الله الإجابة على ما يرد من الأسئلة، لكن أرجو أن تكون الأسئلة محددة وأن تكون مما يحتاجه الإنسان في نفسه ويحتاجه غيره من المسلمين، أن تكون في حدود العقيدة والعبادة والمعاملات وما يقع للإنسان من إشكالات في هذه المجالات: العقيدة، العبادة، المعاملات. هذه هي مجالات الأسئلة التي نحاول الإجابة عليها، وما خرج عن هذه المواضيع فإننا لن نجيب عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم في هذه الليلة، ليلة 11 من شهر الله المحرم، وفي اللقاء الثاني منه من عام 1323، على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يقول: ما هي ضوابط تفسيق أو تكفير المعين، وهل هي مجمع عليها أم فيها خلاف؟ ما لا شك فيه أن هذا الموضوع خطير، فلا يجوز أن يدخل فيه إلا من هو مؤهل بالعلم وعنده خوف من الله سبحانه وتعالى، يكون عنده علم يعرف به الحق من الباطل، ويكون عنده خوف من الله، فلا يكون عنده هوى أو تعصب أو تحيز لأحد إلا للحق، يكون هدف الإنسان في هذا الحق. ثم الإقدام على التكفير والتبديع والتفسيق هذا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، فلا يكون مجالا للأخذ والرد وحديث المجالس، ولكن يلجأ إليه عند الضرورة ويتولاه أهله من أهل العلم ومن أهل الورع ومن أهل التجرد من الأهواء تعصبات، وأن يكون الهدف منه بيان الحق ورد الباطل، لا النيل من الناس والتشفي من الناس. وضوابط التكفير معروفة، نواقض الإسلام المعروفة التي بينها أهل العلم، نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم في كتب العقائد وفي كتب الفقه، فإن الفقهاء عقدوا بابا في الفقه سموه باب حكم المرتد، وبينوا فيه ما هي نواقض الإسلام وما هي الموجبات للردة فيرجع إليها عند الضرورة، ولكن لا بد من إقامة الحجة على المخالف
والنظر هل له عذر أو ليس له عذر، يعذر به أو ليس له عذر، لا بد من هذا. لا يطلق الحكم على طول دون نظر إلى حالة الشخص، وهل هو ممن يعذر بالجهل أو ممن لا يعذر بالجهل، وهل الذي وقع فيه الخطأ هل هو مما عرف من الدين بالضرورة أو هو من الأمور الظاهرة أو من الأمور الخفية، لا بد من هذه الاعتبارات. وهذا مجال لا يدخله إلا أهل الاختصاص من أهل العلم الراسخين في العلم والمعروفين بتقوى الله سبحانه وتعالى والمعروفين بتجردهم من الهوى والتعصب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجزئ قراءة ورد اليوم والأذكار بالقلب من دون تحريك الشفتين أم يجب العمل بالجوارح؟ وهل تجزئ القراءة عن نفسي وأبنائي أم أخصص لهم قراءة مستقلة؟ لا يكفي الذكر في القلب، لا بد من الذكر بالقلب واللسان لمن يستطيع النطق، لا بد أن ينطق يتلفظ بلسانه بذكر الله عز وجل وبالأدعية وبالأوراد الشرعية، لا بد أن يتلفظ بها بلسانه، ولا بد أن يعتقدها بقلبه. فلا يكفي التلفظ بدون نية القلب، ولا تكفي نية القلب بدون التلفظ، بل لا بد منهما. ولا يسمى ذكرا إلا ما نطق به وسمع. وأما الورد على الأولاد، هل يورد عليهم استقلالا أو يورد عليهم مع ورده؟ نعم، ينوي بالورد عن نفسه وعن أولاده ويكفي هذا، ينوي بالورد أنه عن نفسه وعن أولاده، ويتلفظ بهذا، يذكر أولاده أو من يريد مع نفسه، ولا يشترط أنه يورد عن نفسه أولا ثم يورد عن أولاده، بل يتلفظ بذلك وينويه بقلبه عنه وعن من يريد من أولاده وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا دخل المسجد رجل بعد انتهاء الصلاة وقمت وصليت معه ليدرك الجماعة وتكون لي نافلة، وبعد ذلك أتى رجل آخر ودخل معنا الصلاة، السؤال: هل أكمل معهم الصلاة أم أقطعها؟ لا، أكمل الصلاة، لا يجوز قطع العبادة بعد ما يشرع الإنسان فيها إلا لعذر ولضرورة، ما دام لم يحصل ضرورة فلا يجوز قطع العبادة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فيكمل العمل ولا يقطعه إلا لضرورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم إن كنت كتبتني شقيا أمحها واكتبني سعيدا؟ لا أعلم لهذا أصلا، لكن يسأل الله الهداية والسعادة بدون أن يقول إن كنت كتبتني، هذا لا داعي له، فعليه أنه يدعو الله بالهداية ويدعو الله بالتوفيق ويدعو الله بالسعادة ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار بدون أن يقول إن كنت كتبتني كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: ما هي الجنابة وكيف يتم التطهر منها؟ الجنابة خروج المني بلذة، الدفق، دفق المني بلذة، هذا هو الجنابة، سواء كان عن جماع
أو غير ذلك، فإذا خرج منه المني دفقا بلذة وهو مستيقظ فإنه يكون جنبا، وأما إن خرج منه المني بدون لذة فهذا لا يوجد، ليس جنابة، هذا ليس جنابة وإنما هو حدث أصغر. إذا خرج بدون لذة فهذا حدث أصغر يوجب الوضوء. وأما النائم إذا احتلم وخرج منه ماء فإنه يكون جنبا، لأنه لا يشعر باللذة وهو نائم، لا يحس بها، فإذا وجد بعد نومه على ثوبه أو على بدنه بللا فإنه يكون جنبا، قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، هذا في الاحتلام. ولو لم يذكر اللذة ولم يحس باللذة لأن النائم لا يحس بشيء. والتطهر من الجنابة بالاغتسال، والتطهر من الجنابة بالاغتسال بجميع البدن، بأن يستنجي أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو على رأسه أو يصب الماء على رأسه حتى يرويه 3 مرات، ثم يفيض الماء على جسمه على سائر جسمه. والأكمل 3 مرات، يفيض الماء على جسمه 3 مرات، والمجزي 1 مرة تعم جميع بدنه بنية رفع الجنابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول أنها تعودت في كل عيد بأن تأخذ مبلغا من المال صدقة وتشتري بها لعبا وحلاوة العيد وتوزعها على أطفال الفقراء، ما رأيكم إذا أعطاها زوجها من زكاة ماله قاصدا به مساعدتها على الشراء، فهل يجوز التصرف بزكاة المال بهذا الشكل؟ أما إذا كانت تدفعه للفقراء والمستحقين فلا بأس في العيد أو في غيره من الزكاة، إذا كان يدفع للمستحقين لأهل الزكاة. أما إذا كانت تدفعه لمناسبة العيد للفرح، فرح الأطفال أو فرح الناس دون نظر إلى الفقراء، هذا لا يصلح من الزكاة، هذا لا يكون من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، والمراد بالصدقات هنا الزكاة. الزكاة تحصر في مصارفها 8، وأما غيرها من التبرعات والصدقات التطوع فهذه تعطى، الصدقة تعطى للفقراء حتى ولو كانت تطوعا، وأما التبرعات والهدايا، الهدايا هذه تجوز للأغنياء وللفقراء، الهدية تجوز للغني وللفقير لأن القصد منها تثبيت المحبة في القلوب، الهدايا مشروعة للأغنياء وللفقراء. أما الصدقات تطوعية أو واجبة فإنما تكون للفقراء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول ما قولكم في من يزعم من المعاصرين بأن تكفير المعين من عباد القبور مسألة خلافية، ويزعم أنهم غير كفار أصليين؟ هذا قول فاسد نتيجته الجهل بهذا الباب، وأنا أقول وأكرر أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في هذه المسائل الخطرة إلا بعد أن يتعلم ويتبصر ويدرس العقائد دراسة صحيحة على أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا اضطره الحال إلى الكلام تكلم، وإن لم يضطر إلى هذا فلا يدخل فيه.
هذا الذي أقوله وأكرره، أن هذا الأمر خطير جدا. والذي يفعل الشرك، الذي يفعل الشرك يحكم عليه بالشرك، والذي يفعل الكفر يحكم عليه بالكفر في ما يظهر لنا، ونطبق عليه أحكام الكفار. فلو مات لم ندفنه في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون، نطبق عليه أحكام الكفار بموجب فعله، بموجب فعله وقوله. هذا الذي أمرنا به، إن ما لنا للظواهر، نحكم على الظاهر. وأما فيما بينه وبين الله فالله أبصر به وأعلم، إن كان معذورا يعلم الله أنه معذور فهذا أمره إلى الله. نحن لا نحكم على القلوب، وإنما نحكم على ما يظهر لنا. فمن أظهر الكفر والشرك حكمنا عليه بالكفر والشرك، وطبقنا عليه أحكام الشرك وأحكام الكفر، سواء كان معينا أو غير معين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: حضرت لصلاة المغرب مع الجماعة، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنني لم أصلي العصر، فماذا أفعل؟ إذا دخلت في صلاة المغرب وتذكرت أنك لم تصلي العصر فإنك تقطع هذه الصلاة وتصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، لأن هذه الصلاة غير صحيحة، صلاة المغرب غير صحيحة، فلا تستمر فيها، فتخرج منها وتصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، لأن الترتيب واجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من وطئ المصحف هل يكفر فاعله أم لا، سواء كان ذلك بقصد أم بغير قصد؟ إذا وطئ المصحف متعمدا وهو يعرف أنه مصحف ويعرف أنه كلام الله فإننا نحكم بكفره، يعني هذا استهانة بالمصحف، استهانة بكلام الله عز وجل. أما إذا وطئه ما درى أنه مصحف فهذا لا، هذا ما يحكم بكفره، لأنه لم يتعمد، ما درى أنه مصحف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه امرأة تقول أنها تختم القرآن في صلواتها المفروضة والسنن، بحيث أنها تقرأ في كل صلاة حزبا أو أكثر من القرآن، علما بأنها تمسك المصحف في الصلاة. لا داعي لإمساك المصحف في الفريضة، تقرأ من حفظها ومن السور القصار، وأما في النافلة فلا بأس أن تقرأ من المصحف، أما الفريضة ما جرت عادة أهل العلم والمسلمين أنهم يحملون المصاحف في صلاة الفريضة، ولأنه لا داعي إلى هذا، بل إن الإنسان يقرأ في صلاة الفريضة ما يحفظ من كتاب الله من السور القصار أو المتوسطة أو من السور الطوال، يقرأ ما تيسر له من حفظه لا من المصحف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول إن كل كتاب موجود فإنه جيد، حتى التوراة الموجودة اليوم، لأن بها نستطيع أن نرد عليه؟ هذا كلام باطل، كلام فاسد. كل كتاب فهو صحيح، حتى كتب السحر وكتب التنجيم وكتب التحريف والضلال. لا، الكتب تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: كتب صحيحة وهي ما تشتمل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذه كتب صحيحة ومفيدة، وليس من لازمها أنها تكون صوابا 100%، قد يكون فيها شيء من الخطأ عن اجتهاد،
قد يكون فيها شيء خطأ في كلام أهل العلم، يكون فيه خطأ، أما كلام الله كلام رسوله هذا حق، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما كلام أهل العلم فقد يقع فيه شيء من الخطأ عن اجتهاد، ولكن في الجملة كتب أهل العلم كتب مفيدة وكتب لها قيمتها العلمية، وأما كتب الضلال هي كتب باطلة ككتب المخرفين وعباد القبور وكتب السحر والتنجيم، هذه كتب باطلة يجب رفضها ويجب إتلافها، يجب إتلافها لأنها كتب ضلال. وأما التوراة والإنجيل فهما في الأصل كتابان من عند الله عز وجل، نؤمن بأصولهما، نؤمن بأن التوراة من عند الله وأن الإنجيل من عند الله، ولكن الموجود منها الآن كثير فيه التحريف، فلا نحكم أنه كله هو التوراة ولا أنه كله هو الإنجيل، بل قد يكون فيه شيء من التوراة والإنجيل وفيه كثير من الدس والتحريف، وحتى الشيء الذي لم يدخله التحريف من التوراة والإنجيل فإنه منسوخ، منسوخ بالقرآن وبشريعة الإسلام، لأن القرآن نسخ ما قبله من الكتب فهو الذي يرجع إليه ويعتمد عليه، لأنه هو كتاب الأمة منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فالمدار والاعتماد والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل أنهما كتابان من عند الله منزلان، ولا نعترف بتحريفات اليهود والنصارى، بل نكفر بتحريفات اليهود والنصارى ولا نعتبرها من التوراة والإنجيل، بل هي مدسوسة محرفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: أرجو إعطاء نبذة عن كل من القدرية والجهمية والأشاعرة، لأني أسمع عن هذه الفرق ولا يدري الكثير عنها شيئا، وهذا من باب السؤال عن الشر مخافة الوقوع فيه. أما القدرية هم الذين ينفون القدر، ينفون القدر ولا يؤمنون به، من المعتزلة وغيرهم، هؤلاء هم القدرية النفاة. وهناك قدرية غلاة وهم الجهمية الذين يثبتون القدر ويغلون فيه ويقولون إن العبد مجبور وليس له اختيار ولا مشيئة، هؤلاء قدرية غلاة أثبتوا القدر لكنهم غلوا فيه ونفوا مشيئة المخلوق واختيار المخلوق وجعلوه مجبرا على أعماله. وقدرية النفاة وهم المعتزلة الذين نفوا القدر وأثبتوا الاختيار للعبد والمشيئة للعبد وغلوا في ذلك حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وليست أفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعباد، هذا مذهب القدرية النفاة الذين غلوا في قدرة العبد ومشيئته وإرادته حتى نفوا أن الله هو خالق أفعاله، فهم على طرفي نقيض، وكلهم يقال لهم القدرية، قدرية النفاة والقدرية الغلاة. وأما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي،
تلميذ الجعد بن درهم، وهؤلاء مذهبهم مبني على نفي أسماء الله وصفاته، لا يثبتون لله الأسماء ولا يثبتون له الصفات، بل يقولون إنه ذات مجرد من الأسماء والصفات، وينفون كلام الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، إن القرآن مخلوق، ويشاركهم المعتزلة في هذا لأن القرآن مخلوق يقولون بقولهم، ويشاركونهم في نفي الأسماء والصفات أيضا. هؤلاء هم الجهمية. وأما الأشاعرة فهم في الأصل ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري الذي كان على مذهب المعتزلة، كان معتزليا، ثم إنه تاب من مذهب المعتزلة وصار إلى مذهب الكلابية، صار إلى مذهب الكلابية الذين يثبتون الأسماء وينفون كثيرا من الصفات، لا يثبتون منها إلا 7 صفات أو 14 صفة وينفون البقية، يثبتون من الصفات بزعمهم ما دل عليه العقل وينفون ما عدا ذلك. هؤلاء هم الكلابية. واعتنق مذهبهم أبو الحسن في الأول بعد ما تاب من الاعتزال، ثم إنه من الله عليه بالتوبة وصار على مذهب الإمام أحمد وترك مذهب الكلابية، وصرح بذلك في كتابيه الإبانة عن أصول الديانة وكتابه الآخر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر المذاهب ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد، فكانت نهايته الرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبقي أتباعه على مذهب الكلابية، لم يرجعوا إلى مذهب أهل السنة كما رجع الأشعري، بل إنهم بقوا على مذهب الكلابية. فانتسابهم إلى الأشعري انتساب غير صحيح، الأولى أن يقال الكلابية ولا يقال الأشاعرة، لكن هذا بالنسبة للأصل، يقال الأشاعرة بالنسبة للأصل، أما بالنسبة للنهاية فأبو الحسن الأشعري بريء منهم، وكلامه صريح في كتابيه الإبانة والمقالات، وهما مطبوعان ومتداولان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إن بعض الناس يقول إنه لا يجوز أن يصلي الرجل إذا فاتته الجماعة الأولى أن يصلي مع جماعة أخرى داخل المسجد، ويستدل بحديث لا جماعتان في مسجد، ما المقصود بذلك وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا غير صحيح الكلام، هذا كلام باطل. من جاء وقد فاتته صلاة الجماعة فإنه يصليها مع جماعة أخرى، إما أن يذهب إلى مسجد آخر ويصلي معهم، أو إن جاء معه واحد فأكثر فإنهم يصلونها جماعة في المسجد الذي فاتتهم الصلاة فيه. وإن قام أحد من الذين صلوا مع الإمام صلى معه فهذا حسن، يحصل له الجماعة، بقوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته الصلاة قال لأصحابه: من يتصدق على هذا يصلي معه. والنهي عن إقامة جماعتين في مسجد هذا إذا كان مقصودا، إذا تفرقوا وقالوا: ما احنا مصلين معكم، كل يصلي جماعة الحال، هذا حرام لا يجوز، هذا تفرق واختلاف. أما إذا فاتت الصلاة فإنه لا بأس بإقامتها مرة ثانية في المسجد، إنما الممنوع أن
أن يقصدوا هذا من الأول، وأن يقولوا نحن لا نصلي جميعا بل كل يصلي جماعة وحده، ويصلونها أوزاعا في المسجد كل خلف إمام، هذا حرام ولا يجوز، وهذا هو التفرق المذموم والممنوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال جاء من شبكة الإنترنت، وفيه امرأة متوفية قد حجت في إحدى السنوات الماضية، وعندما جاءت إلى مكة صلت ومن معها 3 أيام على غير القبلة، ولم تعد صلاتها جهلا منها، فهل على أبناء المتوفية قضاء هذه الصلاة؟ الصلاة لا تقضى، الصلاة لا تقضى، ولا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني فلا يفعله أحد عن أحد، وهذه ماتت فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن الله يغفر لها إذا كانت لم تتعمد الانحراف عن القبلة. ثم لا ندري عن انحرافها عن القبلة، هل هو انحراف كثير واستدبار للقبلة، أو هو انحراف يسير؟ إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، أما إن كان انحرافا كثيرا عن القبلة فهذا لا تصح معه الصلاة، ولكن إذا كانت لم تعلم فنرجو الله أن يغفر لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال ورد أيضا من الإنترنت، وفيه أنه يقول من وقع في الشرك وهو جاهل فهل يحاسب على جهله؟ إذا كان بلغه القرآن وبلغته الحجة فلا يعذر بجهله ويحاسب، قد جاءه النذير وبلغته الحجة ولكنه لم يعبأ بذلك ولم يلتفت إليه، هذا لا يعذر، بلغته الحجة لا يعذر. أما إذا كان ما بلغته الحجة ولا سمع القرآن ونشأ في مكان بعيد منعزل لم يصل إليه قرآن ولا دعوة إلى الإسلام فهذا معذور، حكمه حكم أصحاب الفترة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يحدث أنه بعد انقضاء صلاة الجماعة يأتي شخص ويصلي مع مسبوق ويتخذه إماما له، هل يجوز هذا الفعل وما حكم صلاته؟ هذا غير مستساغ، أنه يجي واحد مسبوق وقام يكمل ما فاته من الصلاة ثم يتخذه إماما، لأنه مأموم، المسبوق مأموم، والمأموم لا يتحول إماما إلا إذا استخلفه الإمام، إذا استخلفه الإمام صار إماما، أما أنه يستخلف بدون تخليف الإمام فهذا غير صحيح، فمن جاء وقد فاتته الصلاة ينتظر، فإن جاء أحد ما فاتته الصلاة مثله يصلي معه، وإلا فإنه يصلي وحده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول كيف نرد على من يقول إن هناك بدعة حسنة، وما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث؟ نعم، نرد على اللي يقول إن هناك بدعة حسنة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا عموم، الرسول قال كل بدعة، كل ما يستثنى شيء، وهذا يقول لا هناك بدعة حسنة، هذا رد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، فكل بدعة ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هناك بدعة حسنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة، قال سنة لم يقل بدعة حسنة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة، ما قال من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كما يقول هذا المغرض أو هذا الجاهل. والسنة الحسنة أن يحيي سنة ماتت أو لم يعمل بها، سنة نسيها الناس،
نسيها الناس أو لم يعملوا بها، فجاء إنسان وأحياها وعمل بها، هذه هي السنة الحسنة. والحديث له سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لمناسبة أناس جاءوه ظهر عليهم الفقر والفاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لهؤلاء. فجاء رجل معه صرة من الذهب، معه صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم تتابع الناس لما رأوه، تتابع الناس الصدقات، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل سن سنة حسنة، جاء بالصدقة فتتابع الناس واقتدوا به. هذا هو الأصل الحديث، وهذا ليس بدعة، هذا سنة. الصدقة على المحتاجين هذه سنة، ليست بدعة كما يقول هذا. نعم. فالمراد من سن سنة حسنة يعني من أحيا سنة لقد نسيت أو ترك العمل بها ثم أحياها، هذا هو الذي سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: رجل قد نوى صيام العاشر من محرم وهو يصلي الفجر، فهل يجزئه ذلك؟ نعم، إذا كان ما أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر فيجزئه الصيام من النهار، تجوز نية الصيام من النهار في النافلة، في صوم النافلة، بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر. فهذا إذا لم يكن أكل ولا شرب بعد طلوع الفجر ثم نوى صيام يوم عاشوراء في صلاة الفجر أو بعدها، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى نهتم بقيام الحجة على المسلم الذي يقع في بعض الأعمال الشركية، وهل نقول لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؟ أولا، تسميته مسلم وهو يقع منه شرك، هذه التسمية غير صحيحة. الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا يسمى مسلما، نقول مشرك. أما إن كان الشرك شركا أصغر كالحلف بغير الله أو قول لولا الله وأنت أو ما أشبه ذلك من الألفاظ شرك أصغر، فهذا مسلم. أما الذي يقع منه شرك أكبر هذا لا نقول إنه مسلم، نقول إنه مشرك، ولا يعذر بالجهل إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ولم يقبل ذلك واستمر على ما هو عليه، هذا لا حجة له ولا عذر له، قامت عليه الحجة. نعم. والشرك من الأمور الظاهرة، الشرك ما هو ليس من الأمور الخفية، الشرك من الأمور الظاهرة، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذه أمور ظاهرة ما هي خفية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل لم يصم التاسع والعاشر من محرم، فهل يجوز له أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من محرم أم لا؟ لا، ما يدخل، ما يصير عن عاشورة هذا. إذا كان يريد صيام ثلاثة أيام من الشهر عملا بالسنة فلا بأس، أما إن كان يقصد أنه يكفي عن عاشورة فلا، ما يكفي عن عاشورة لأنه فات وقته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم البسملة في الوضوء؟ وأرجو التفصيل في ذلك، وهل صحيح أن من استمر على البسملة قبل الوضوء معتقدا أن ذلك سنة يكون فعله هذا بدعة؟ البسملة في الوضوء أجمع العلماء على مشروعيتها، لكن الجمهور يرون أنها سنة، لو تركها فوضوءه صحيح. الإمام أحمد يرى أنها واجبة، واجبات الوضوء، لو تركها متعمدا لم يصح وضوءه، فإن تركها ناسيا أو جاهلا فإن وضوءه صحيح. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله.
وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن له شواهد كثيرة تؤيده وتقويه، لكن جمهور العلماء حملوا قوله لا وضوء أي لا وضوء كامل، حملوه على نفي الكمال لا على نفي الصحة. والإمام أحمد رحمه الله حمله على نفي الصحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هذا السائل يقول ما قولكم في من يقول إن لبس البنطال إنه كان حراما قبل ولكن الآن هو جائز لأن أكثر المسلمين يلبسونه صالحهم وطالحهم، ويقول هل الشيء إذا استعمل مثل الملعقة أو الطائرة يدخل في العادات ولا يكون من العبادات؟ الأصل في الملابس الحل، الأصل في الملابس الحل إلا ما كان مختصا بالكفار من الملابس فإننا لا نتشبه بهم فيه، ما كان من ملابسهم الخاصة فإننا لا نتشبه بهم فيه، بقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. والبنطال كما يقول السائل أصبح الآن ما هو خاص بالكفار، يلبسه كثير من المسلمين فهو ليس خاصا بالكفار وليس فيه تشبه. هذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال لا نقول إنه حرام عليهم، وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز لها لبس البنطال لأنه فتنة، لأنه يبدي أعضاءها وتقاطيع بدنها ففيه فتنة، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لأن فيه فتنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول أنا امرأة أحضر الدروس في هذا المسجد وأحضر معي لعبا صغيرة لابني الصغير لألهيه بها، هل هذا جائز وما رأيكم بمن يحضر القهوة والأكل في المسجد؟ أما إحضار القهوة والأكل في المسجد، القهوة لا بأس والشراب الذي ينشط الحاضرين والشراب لا بأس به، أما الأكل فلا داعي له ولا حاجة إليه إلا لإنسان غريب، إنسان غريب ليس له أهل فيجوز أن يحضر له طعام في المسجد وأن يأكل في المسجد، أما الإنسان الذي له بيت فهذا إذا ذهب إلى بيته يأكل ولا يحضر الطعام في المسجد، أما الشراب فلا بأس به قهوة أو ماء أو غير ذلك لا بأس به. وأما اللعب إن كانت على شكل صور فلا يجوز إحضارها ولا يجوز ولا تربية الطفل عليها لأنها صور محرمة، أما إن كانت لعب من غير الصور فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل المستحاضة لها أن تصوم صيام التطوع مع العلم أنها تصلي؟ المستحاضة نعم حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات تصوم وتصلي، لكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تصوم تطوعا وفرضا وأن تقضي ما عليها من الصيام، كل ذلك جائز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أنا اعتدت بعد الأذان أن أصلي ركعتين وبعدها أجلس جلسة التورك ثم أدعو الله عز وجل، وهذا الفعل بصفة شبه دائمة. السؤال هناك من أنكر هذا علي وقال إنه لا أصل له، وإذا أردت أن تدعو آخر التشهد في السنة التي أديتها هل إنكاره علي صحيح، علما بأن هذا الموقف له أكثر من شهرين ومن وقتها أصبحت لا أدعو في صفة التي استمرت عليها خوفا من أن يكون عملي هذا بدعة، أفتون مأجوري؟ هذا الكلام غير صحيح، لك أن تدعو في الصلاة وخارج الصلاة، لك أن تدعو الله في الصلاة النافلة والفريضة وخارج
الصلاة والدعاء بين الأذان والإقامة محل هو من مرجو الإجابة، من الأزمنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فادعوا الله في صلاتك النافلة وادعوا الله بعدها إلى أن تقام الصلاة وأنت على خير والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رأيت في بعض المقابر على القبور علامات من بوية وأحجار وأخشاب وغيرها، هل يجوز ذلك؟ أرجو التوضيح في المسألة. وضع العلامة التي يستدل بها زائر القبر على قبر صاحبه من حجر أو نحوه لا بأس بذلك، وضع الحجر أو وضع عود يغرز في على جانب القبر هذا لا بأس به. أما الألوان الصبغ بالبوية أو بالجص أو غير ذلك من الألوان فهذا حرام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور، والبوية نوع منه يعني تقارب الجص لأنها تبقى، لأنها لون يبقى، وإذا فعلت هذا فعله غيرك ثم أصبحت المقبرة كلها ألوان من البويات، هذا حرام ولا يجوز. الصبغ بالجص لا يجوز، بالبوية لا يجوز. وكذلك الكتابة على القبر حرام، أن يكتب عليه اسم صاحبه أو يكتب عليه رقم أو حرف أو رمز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبور. الكتابة بأنواعها والأصباغ بأنواعها لا تجوز على القبور. أما وضع علامة ما يعرفها إلا أنت، حجر ولا حديدة أو عصا مغروز بجانب القبر لا يعرفه إلا أنت، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما ذبح ليتيم من الأضحية هل يؤكل منه ويهدى منه؟ نعم، هذا هو السنة، أنه يؤكل منه ويهدى منه ويتصدق منه، يرجع فضل ذلك لليتيم، هذا أحسن لليتيم، أنه يؤكل من أضحيته ويهدى منها أحسن لليتيم، ويرجع فضل ذلك إليه وبركته ترجع إليه. أما لو ذبحت ولم تؤكل فهذا ينقص من ثوابها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يأخذ من لحيته شيء يعذب في القبر أم لا؟ ما ورد أنه يعذب بالقبر خصوصا، لكن الذي يأخذ من لحيته شيء يأثم، لأن هذه معصية مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها، فهو معصية يأثم عليه. وأما تحديد أنه يعذب عليه في القبر هذا يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من حضر مجالس الذكر تكفر عنه الذنوب في كبيرها وصغيرها؟ من حضر مجالس الذكر محتسبا كان له الأجر في ذلك، ويحصل على المشاركة في الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فيدخل هذا في الأجر. وبدليل حديث الثلاثة الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، فمنهم واحد انصرف، منهم واحد انصرف وأعرض، ومنهم واحد جاء وجلس في الحلقة راغبا فيها، ومنهم واحد استحيا أن يخرج فجلس حياء، جلس في الحلقة حياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فأعرض الله عنه،
هذا الذي خرج. وأما أحدهم فاستحيا الله منه، وأما الثالث فآواه الله، هذا الذي جلس في الحلقة راغبا في الذكر، هذا أوى إلى الله فآواه الله سبحانه وتعالى. دل على أن الجلوس في حلق الذكر عن رغبة فيها أنه يؤجر ويشارك في الأجر ويستفيد، أيضا يستفيد لدينه ودنياه، فله أجر إذا جلس في حلق الذكر وتتبعها، هي حياة القلوب. نعم، إيش السؤال؟ هل حضور مجالس الذكر يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها؟ أما التكفير فلم يرد فيما أعلم شيء بخصوص التكفير، ولكن له أجر. والتكفير الذي ورد في الأدلة الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس، هذه في الصغائر، هذه تكفر الصغائر. أما الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة، قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، دل على أن التكفير خاص بالصغائر، وأما الذنوب الكبائر فهذه لا بد من التوبة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة، السؤال هل يمكن أن يصليها المرء في أي وقت؟ هذه 12 هي الرواتب والله أعلم، ركعتان قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هناك بعض الدعاة في بلادنا يدعون أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ومن ثم نلاحظهم يطعنون في علماء السنة ويقدحون فيهم، السؤال ما حكمهم وما هو العمل معهم؟ كيف يدعون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة ويطعنون في علماء أهل السنة والجماعة؟ هذا تناقض، لو كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة لأحبوا علماءهم وأثنوا عليهم واقتدوا به، وكونهم يسبون علماء أهل السنة والجماعة هذا دليل على الضلال وعلى النفاق والعياذ بالله، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويترك التعرض للعلماء. التعرض لعموم الناس وعوام الناس لا يجوز، لأنه غيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهو السخرية بالناس أيضا، الله حرمها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، والغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا في عموم المسلمين، فكيف بالعلماء؟ غيبة العلماء والسخرية بالعلماء أشد، لأن هذا يتناول ما معهم من العلم، ما معهم من العلم وما معهم من الدين. وقد كفر الله قوما استهزأوا بالعلماء في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والسبب النزول أن قوما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراء هم العلماء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعلماء يدخلون في هذا لأنهم ورثة الأنبياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء، فالذي يسخر بالأنبياء أو يسخر بورثتهم
يكون داخلا في هذا الوعيد الشديد. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أتيت إلى الصلاة الثلاثية فقد فاتني ركعة وجلس الإمام للتشهد الأخير، هل أجلس متوركا أم لا؟ تجلس متابعة للإمام، تجلس متوركا، وإن جلست مفترشا فلا بأس، لكن ما دام أنه هو التشهد الأخير تقتدي بإمامك تجلس متوركا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شقيقتي وضعت طفلها وماتت شقيقتي أثناء وضع الطفل، هل تعتبر شهيدة؟ نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ماتت في بطنها يعني بالولادة أنها تكون شهيدة، فإذا ماتت المرأة بالولادة بسبب الولادة تكون شهيدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من كان مريضا وأراد العلاج هل يكتفي بالرقية الشرعية وماء زمزم من دون الذهاب للمستشفيات أم لا؟ يعمل هذا وهذا، يعمل الرقية الشرعية ويذهب للمستشفيات، ولا تعارض بينهما، لأن كله علاج ولله الحمد، العلاج بالقرآن والعلاج بالأدعية والعلاج بالأدوية المباحة، فيجمع بينهما، هذه أسباب نافعة بإذن الله، ولا يمنع أنه إذا عالج بالرقية لا يمنع أنه يذهب إلى الأطباء وإلى المستشفيات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وكان الإمام قد سهى في صلاته مما أوجب عليه سجود السهو عقب الصلاة، السؤال: هل يتم المتأخر أم يصلي أم يسجد للسهو مع الإمام ثم يتم صلاته؟ ما يجوز له يقوم للإتيان بما فاته إلا بعد أن يسجد مع الإمام، فإذا سجد الإمام للسهو ولو بعد السلام هو لا يسلم مع الإمام، وإذا سجد الإمام بعد السلام يجب عليه أن يسجد معه ولا يقوم، فإذا فرغ الإمام من السجود وقام من السجدة الثانية يقوم المأموم للإتيان بما سبق به، إلا إذا قام المأموم واعتمد قائما، إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، أما إن سجد الإمام قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويسجد معه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: أنا امرأة ذهبت للحج وأنا حامل في الشهر السادس، وعندما أردت الذهاب لرمي الجمار أرجعني خالي ورمى عني الجمرات الثلاث، ماذا علي والحالة هذه؟ لا، ليس عليك شيء ما دام أنك حامل في الشهر السادس وعليك خوف من الزحمة فرمى عنك بالنيابة، فلا حرج في هذا، والرمي صحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أنا مقيم في الرياض وأذهب إلى القصيم في 3 أيام أو 4، هل إقامتي في القصيم يجوز لي أن أترك سنن الرواتب؟ وهل هناك وقت محدد لهذه السنن الرواتب؟ إن كان استقرارك في الرياض وأن تذهب للقصيم زيارة فقط، واستقرارك الدائم في الرياض فأنت مسافر إذا ذهبت إلى القصيم، وإقامتك 3 أيام لا تقطع السفر، ولكن يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المسجد وتتم الصلاة مع الجماعة، لا تصلي وحدك وتقصر والمسجد إلى جانبك تترك صلاة الجماعة، هذا لا يجوز، صل مع الجماعة في المسجد القريب منك وأتم الصلاة معها. أما لو فاتتك الصلاة أو ما عندك مسجد قريب ولا تسمع أذان فإنك تصلي قصرا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شخص أذهب إلى البر في يوم الخميس والجمعة ويبعد كثيرا عن المدن، السؤال: هل أقصر صلاة الجمعة مع صلاة العصر أم أصليها رباعية؟ أولا، كونك تعتاد الخروج يوم الجمعة في الجمعة تخرج للنزهة هذا غير مستحسن، لأنك تحرم نفسك من فضل الجمعة
ويوم الجمعة وحضور صلاة الجمعة. أما أنك تخرج بعض الجمعة فلا بأس، أما المداومة على ذلك فهذا غير مستحسن منك، وهذا فيه حرمان من الفضل. أما إذا كنت تخرج لمهمة، تخرج لمهمة ما هو بالنزهة كل جمعة، فإنك ليس عليك جمعة ما دمت إنك في بر أو في مكان لا تقام فيه الجمعة، ليس عليك جمعة، عليك صلاة ظهر وتقصرها، تصلي الظهر قصرا وتجمع معها العصر، أما الجمعة فليس عليك جمعة، ولا تنويها جمعة، تنويها ظهرا تقصرها ركعتين. نعم، فإن نويتها جمعة لم تصح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا وبعض زملائي في العمل تعاهدنا على أن يدفع كل منا 2000 ريالا شهريا، ثم يأخذها واحد منا، وهكذا حتى يأخذ كل واحد منا حقه من هذه الجمعية. السؤال: ما الحكم في ذلك، وهل هذا العمل صحيح؟ أنا أرى أن هذا لا يجوز، وقلته غير مرة أن هذا لا يجوز، لأنه تقارض، قرض مشروط في قرض، لأنك ما أقرضت زملائك إلا بشرط أن يقرضوك، فهو قرض مشروط في قرض، فهو بيعتان في بيعة، وأيضا هو قرض جر نفعا. فأنا أرى أن هذا لا يجوز لهاتين العلتين، والذي يريد القرض يقترض من أحد إخوانه، ما يقترض من جماعة بهذا الشكل، بل يقترض من أحد إخوانه ويرد عليه القرض إذا أيسر، بدون أنه يلجأ إلى هذه الطريقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: زوجتي مصابة بالسحر، وقد تحققنا من ذلك ومستمرون ولله الحمد على الرقية الشرعية، وسؤالي يا صاحب الفضيلة: إن زوجتي لا تستطيع القيام بأمور البيت والزوج والأولاد لوحدها، فهل يجوز أن أحضر خادمة من غير محرمها، حيث لا أستطيع أن أحضر محرمها معها؟ الله، مسألة الخادمات هذه مسألة خطيرة جدا، لأنها يحصل فيها سفر المرأة بدون محرم، ويحصل فيها الخلوة بعض الأحيان معها، وغالبهن غالب الخادمات المستخدمات لا تلتزم بالآداب الشرعية، لا تلتزم بالحجاب، ولا يكون عندها الاحتشام التام، لأنها نشأت في بلاد غير ملتزمة، ففيها مخاطر في الحقيقة، ولكن إذا اضطررت إلى الاتيان بها تأتي بها مع محرمها، تأتي بها مع محرمها، يشتغل عندك محرمها أو يشتغل عند غيرك ويجي لها ويكون حولها بهذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان العدو في جهة القبلة ولم يلتحم الجيشان، فكيف تصلى صلاة الخوف لوقت المغرب؟ نعم، يصلى صلاة الخوف وقت المغرب مثل غيرها، يصلي بهم الإمام ركعتين أول الصلاة، ثم يتمون لأنفسهم، ويثبت الإمام إذا قام من التشهد الأول يذهبون هم، إذا قام الإمام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يثبت قائما، ويتمون لأنفسهم الركعة الثالثة، ثم يسلمون ويذهبون إلى موضع الحراسة، ثم تأتي الطائفة التي في الحراسة وتصلي مع الإمام الركعة الباقية، ثم إذا سلم الإمام أتموا لأنفسهم، أو الإمام ينتظر في التشهد، الإمام ينتظر في التشهد الأخير حتى يتموا لأنفسهم الركعتين، ثم يسلم بهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: إذا اضطرت المرأة إلى لبس النقاب وهي محرمة بحجة ضعف بصرها، فهل يلزمها فدية أم لا؟ نعم، إذا لبست النقاب عليها فدية ولو كانت محتاجة إليه،
لأن الذي اضطر إلى حلق رأسه حلق وفدأ، نص القرآن، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة. فإذا احتاج إلى فعل المحظور من محظورات الإحرام فعله ويفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا للذي يحتاج إلى فعل المحظور، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. هذه المرأة تخير بين إنها تطعم 6 مساكين في مكة، أو تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، أو تصوم 3 أيام في أي مكان. الصوم يجوز في كل مكان، أما الإطعام والفدية فلا بد أن يكونا في الحرم ويوزعان على فقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قام شخص من النوم ثم وجد على ثوبه ماء ولا يدري أهو مني أم مذي، وقد سبقه قبل النوم تفكير، فما الحكم والحالة هذه؟ سمعتم هذا في أول جواب في هذه الجلسة، أنه إذا قام من النوم ووجد بللا في ثوبه أو في فراشه أو على بدنه فإنه يلزمه الاغتسال، لأن هذا يكون عن جنابة، عن احتلال، ولا يشعر به وهو نائم، لا سيما والسائل يقول سبق نومه تفكير، فهذا يدل على أن هذا احتلال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أعرف صديقا من آل البيت وقد ثبت انتسابه لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ممن يستحق الزكاة، ولم يجد مالا يقضي به حاجته، فقد عرض عليه أحد أئمة المساجد مبلغا من المال جاءه على شكل أموال زكاة. السؤال: هل يجوز له أن يأخذ منها وهو محتاج لها حاجة ماسة؟ عليك أن ترفع هذا السؤال إلى دار الإفتاء، ينظرون فيه، عندهم أسئلة من جنسه كثيرة، عليك أن ترفعه إليهم وتتابعه حتى تحصل على الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أصوم يوم الاثنين دون الخميس من كل أسبوع؟ نعم، إذا صمت الاثنين ما يلزم أنك تصوم الخميس، لكن لو صمت الاثنين والخميس كان أفضل، ولكن لو اقتصرت على الاثنين لك أجر الاثنين.